رح فرجيكم كيف تعملوا براونيز ويطلعوا هيك عم يلمعوا من فوق وفضجي من جوا. أول شي بدكن 4 بيض وبتزيدوا كباية وربع كوكو، تنخلوهم منيح وأكيد ما تعملوا غلطة وتستعملوا جاد هالقد صغير، وهلأ بتشوفوا ليه. من بعدها بدكن 2 ملاعق ملح، 2 ملاعق بيكنج باودر، 2 ملاعق قهوة، أنا استعملت الدافيدوف، 2 ملاعق فانيلا، ومنشان هيك كان لازم استعمل جات أكبر. طلعتني عم نظف يمكن ما بعرف قدي أنا عم صور، بس ما بيأثر. هيك لازم يطلع قوام الكريم أول شيء، وعلى جنب بتدوبوا الزبدة والسكر. بدكم 2¼ كوب سكر و 227 جرام أو 16 ملعقة كبيرة زبدة. من بعدها بتزيدوا 1.5 كوب طحين و2 كوب تشوكلت شيب أو حبيبات الشوكولا، وبتخلطون كتير منيح. وبعدني أنا عم تلي برات الجات. آخر مرة بعمل هالغلطة. هلأ بلشوا يصيروا متمزجين مع بعض، وأنا كنت مسخن الفرن تبعي على 170 درجة. أنا دايما مذكركن إنه هيدي كتير مهمة إنه تبلشوا بالفرن قبل بوقت، هيك ساعتها بيطلعوا الكيكس تبعولكن والبراونيز أو حتى الكوكيز مطبوخين منيح. شوفوا كيف طلعوا، عن جد الريحة ما بخبركن كيف طلعت طيبة، وهلأ بتشوفوا لما أنتوا تجربوها طعمتها قدي رح تطلع طيبة. هون حطيت بان صينية مع البيكنج بيبر وبلشت مد البراونيز تبعولي. انتبهوا انه ما تعملوها كتير سميكة لانه بتاخدكن وقت اكتر بالفرن، وما تعملوها كتير رفيعة يعني تكون بالنص تقريبا. واخدت معي تقريبا 30 دقيقة بالفرن، خليكن دايما عم تطمنوا عليها وتشوفوا اذا استوت شوي من جوا يعني خلص خلصت. وانا بفضل انه تكون بعدها شوي نية من ما تكون كتير مستوية. هون بلشت قصقصها لمربعات وتطلعوا كيف طلعوا آخر شيء. صورت لكم إياها كمان حدو لتشوفوا كيف عم بتلمع. ما تنسوا تعملوا سبسكرايب وضغطوا على الجرس لما تروحوا وصفاتي. باي.